مرحبا جايز، مرحبا بكم فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم باش ما نطولش عليكم في لا بريزونطاسيون، اليوم غادي نشرح لكم بلا ديتاي في هذا لا فيديو ان شاء الله، لا يكون طويل شويه. غادي نشرح لكم بلا ديتاي كيفاش تشوبيو من علي اكسبريس بلا ديوانه بلا لا ليفغيزون، وصلك حتى للدار وبثمن اللي طايح وطايح بزاف. وهادشي اللي تشوفوه في هذا لا فيديو، كلشي في لا فيديو راك شرحت لكم داكشي بلا ديتاي. سو حلي الا طولت عليكم شويه، باش حاولت نشرح لكم كل شيء، باش من الا كنتي اول مره تستعملوا كيفاش تدخل، كيفاش شوبي، وكيفاش تعرف كل شيء. سو يلا ندوزو لا فيديو، ليتس جو. بعد ما اول حاجه قبل ما ندوزو الشرح، اول حاجه غادي تيليشارجو لابليكاسيون من بلاي ستور ولا من ابل ستور صافي، وغادي تدخلوا لابليكاسيون. اهم حاجه هي من الاحسن حيت كيطلب لكم تدخلوا يا بالجيمايل يا بفيسبوك يا بشي حاجه، من الاحسن تدخلوا بالجيمايل، ولكن ما تدخلوش بالجيمايل الاوفيسيال اللي حالين به داكشي الامور ديالكم مهمه. لو صايبوا جيمايل جديد ما ياخذ لكم حتى دقيقه، ساهل فرمشتعين صافي تصايبوه وكتدخلوا. سو دابا من بعد ما دخلنا لابليكاسيون وصايبنا الجيمايل وداخلين، كتطلع لكم الواجهه بهذا الشكل. ملي كتطلع لكم الواجهه بهذا الشكل، سو كما كنقولوا اوكي جايز، سو دابا يلا ندوزو للشرح. سو كتجي كتصورك هنايا فهاد تشويس، عقلوا عليها فهاد تشويس هنايا هي الاولى كتكون طالعه عليكم 3 بلاس اي ام فروم هاد الثمن. سو كتدخل كتدخلوا يطلع عليكم بهذا الشكل. سو كما كنشوفوا هانتوما، شوفوا دابا انا اخوتي هاد الكونت غير كنشرح لكم به، ولكن هو نتوما منين غادي تدخلوا اول مره. دابا نشرح لكم ملي كتدخلوا اول مره، اي دابا هذا مثلا طالع ب 41 يطلع لكم هنا غير ب 13 درهم، هذا ب 30 مكتوب هنا طلع ب 13، هذا 30 حتى هو يطلع لكم ب 13، كلشي كيطلع لكم 13 ماكسيموم 17 درهم، 13 درهم 17 درهم. نتوما منين تحل اول مره وتدخل اول مره 13 درهم 17 درهم، يعني ثلاثه البياسات غادي يطلعوا لك ب 50 درهم. اوكي ها نتوما كما كتشوفوا كاينين المكانات لي كارت ميموار مثلا دي 64 جيجا، انا دومونديت 13 درهم، هي راه دايره 160 درهم 150 درهم الثمن ديالها. مثلا بحال هاد المكانه، بحال يعني الطاقيه هاد طوندوز هاد زوين كيدير 150 درهم هنا في كراج علان، يعني غادي تاخذوا من هنا ب 13 درهم، حيت انت ملي غادي تدخل هادو ديري ليا 30 درهم باسكو انا هاد الحساب لي ديجا دومونديت بي. سو من الدوموند الثاني الا بغيتي بنفس الحساب كيبداو يطلعوا لك 30 درهم 40 درهم 50 درهم. اوكي جايز، سو كاين بحال هاد المكانه، كاين هاد الايربودز هاد لينوفو اوريجينال، هاد لينوفو اوريجينال هادو ثمنو 50 درهم باسكو غانيين اخوتي، دايرين 230 250 هنا في المغرب. اوكي جايز، سو ديري لهم 50 درهم يعني راه بروموسيون كبيره. هذا ملي كتكون يلا فاتح الحساب ما كيطلعوش لك هاد لينوفو اوريجينال. اوكي جايز، حتى كتبغيو ديروا الدومون الثانيه بنفس الحساب، مثلا هادي ديال البوب هاد الكاسكيت 13 درهم، نتوما يطلع لكم 13 درهم فهمتوني. هاد السنيسله اي حاجه شارجور يعني ماكانات، كتلقى الايربودز، كتلقاو بيفان، كتلقاو بزاف. ها نتوما الاير برو اوريجينال 6 يعني اي حاجه، يعني دوك اللي كيديروا في البيت ديال الضو، شارجور راس ديال الشارجور لي لونيت، اي حاجه اي حاجه هنايا دور لكم على بالكم تلقاوها. دابا انا غير كنوريكم باش تاخذوا فكره على المنجوجات اللي كاينين فهاد تشويس. اوكي سو دابا حنا باش من نطولوش اكثر، كتجي كتدخل مثلا حنا لنفترض بغينا ثلاثه البيازات نختارها. نتوما تشوف دابا هنا كاينه ماد زيرو، يعني باقي فيو بيكس باقي ما كاين حتى بيك، يعني باقي ما اختاريتش والو. حنا مثلا نختاروا داك لينوفو اور هاد الايرب 6 اوريجينال. اول حاجه اخوتي قبل ما تشريو، دابا انا كنحاول نشرح لكم بلا ديتاي باش تفهموا مزيان وتكونوا فاهمين هاد لابليكاسيون لاول مره غادي تستخدموها، وباش ما تصيدوش. اوكي جايز، باش تكونوا راضين 100%.
هنا كما كتشوفوا منين كتجي خا كيعطيوك الالوان. ها انتم هنا كاين الابيض، كاين هاد الازرق خضار اللي بغيتي، الموف دريات، كاين البينك. سو مثلا انتم قبل ما تختاروا الالوان كتجيو لهنا، هذه اهم نقطه، كتجيو لهنا خوتي كتلقاو الريفيوز ديال بنادم شنو قال على هذا المنتوج، باسكو كيفاش وصلوا، شحال ديال الوقت باش وصلوا، وكيفاش داير في الخدمه ديالو، واش الصوت مزيان، واش داكشي كديروها. الا بغيتو بنادم من العالم كامل هانتو. هذا خوتي شاري هاد الاير برو، اير برو اوريجينال، شارينا بنادم بزاف، يعني بنادم بزاف. من الاحسن من غير من غير تشوفوا الريفيوز، لا بغيتو تشوفوا بنادم من العالم كامل، روسيا، من اي بلاد خداو هذا المنتوج، انا كنفضل نجي نشوف الريفيوز ديال المغاربه كيفاش وصل، حيتاش حنا ما بلادنا ماشي اوروبا وداكشي كيفاش وصل، حنا المغرب بعيد عليهم تما، باش كيوصل سو كتجي كتورك على هنا المغاربه، كيطلعوا لك الحسابات ديال المغاربه اللي قالوا على هاد الاير. انتوما كل واحد اش كيقول، هذا قال لك I'm very satisfied with orders, the quality of products is great and delivery service is great and fast. يعني هذا عجبو الكاليتي ديال هاد الايربودز، قال لك هو فرحان بزاف بهاد المنتوج. المهم انتوما كلشي كيشكر فيه، صافي كتجيو كتقراو تقراو، ما عندكمش مع لونجلي يعني ديروا كوبي لهادشي، وديروا جوجل تراديكسيون تشوفوا بنادم شنو كيقول. انتوما منين كتشوفوا كلشي كيشكر فيه بحال هكا، سمول اند بيوتيفول، the product is great، صافي ملي كتشوفوا بلي هاد المنتوج شكروه الناس بزاف، وتا نتوما عجبكم، كتجيو كدير اد تو ماي بيكس. هنا كتختاروا اللون اللي بغيتو، ابيض نورمال، ولا واش بلو زرق، واش جرين خضار، واش نوار، واش اورانج، واش هاد بيربل يعني دوك بنفسجي، واش بينك. صافي ملي كديروا لونكم مثلا بينك الدريه تختاروا. انا هنا طلعت ليا 30 درهم باش يطلع ليا، ياك نتوما من غادي تبغيو تشريوه حيت شتو ما تحلوا كونت اول مره، انا في عوض 30 طلع لكم غير 13 درهم هنايا، اوكي طلع لكم 13 درهم. انا طلعت ليا هنا كما كتشوفوا 3 دولار 30 درهم. صافي هذا الاول ضروري خوتي تاخذوا من 3 المنتوجات الفوق، ثلاثة من أحسن بدو في الأول غير بثلاثة المنتوجات. إلا خديتو غير واحد، وإلا سمعوني مزيان، إلا خديتو غير واحد منتوج واحد ولا جوج، غادي تخلص من غادي يجيب لكم فلان هاداك لا ليفغيزون يقول لك خلص الثمن ديال الديوانة ها شحال وها شحال باش نعطيوك المنتوج ديالك، وغادي تضيع في الفلوس. أوكي ديما اختار ثلاثة الحوايج، غيطلعو لك رخاص، اول شريات شري يطلعوا لك ثلاثه غير بخمسين درهم مثلا. واه ما عرفت شنو هادشي. المهم هانتوما مثلا بغيتوا هاد الواتش، انا كنعطيكم ميزان قلبوا مزيان صافي، لان نفترض بلا ما نبقاو نطولوا عاوتاني كتجي شفتي هاد المكانه عجباتك، كتجي كتشوف ريفيوز، تجي تشوف هنايا من العالم كامل شنو قالوا، كتقرا داكشي مزيان، كتجي عند المغاربه كتشوفوا اكسلنت، هذا شكر اشكرو قال لك هذا يعني وصل مزيان، يعني كلك شكرو صافي. من شكرو انت عجبك البرودكت كدير اد تو ماي بيكس، صافي كتختار اين لون بغيتي الصمطه، واش اورانج، واش نوار، واش بيضاء، واش نديرو حنا هذه، كدير هكا. هنا خوتي كما كتشوفوا انا طلع لي 70 درهم، نتوما يلا طلع لكم هنا 30 درهم، يعني ناقص 40 درهم، جوج منتوجات انا 70 درهم هنايا، ثم يلاه غادي توصل لكم ل 30 درهم ولا اقل من 30 درهم، فرق كبير. صافي لان افترض جينا بغينا هذا الكاسك تا هو تلقاو نفس الشيء تا هو غير 13 درهم، صافي كما نفس الشيء، كتجي كتشوف ريفيوز ضروري، تشوف الناس اش قالوا عليه، كيفاش وصل للمغرب، الناس اللي في المغرب كيفاش وصلهم، الراي ديالهم فيه، حيت بنادم كيكون جربوا كيجي كيعطي الراي ديالو. حنا لنفترض هذا تا هو عجبك، كتجي كدير ها صافي، كتختار كي اين لون، واش بيض، واش احمر، واش نوار، صافي كدير اد تو ماي بيكس.
هنا اخوتي شنو كده شحال طلع لي هنا 110 درهم ياك اخوتي، نتوما غادي يطلع ليكم غير 50 درهم. انا حيت ديجا شاري بهذا الكونت، يعني ملي كتشري من المره الاولى من ثاني مره كيتزاد الثمن شويه، ما كيتزادش بزاف ولكن كيتزاد شويه، عكس منين اول مره كتلقى كل شيء ب 13 درهم. هنايا انا مثلا طالع لي 110 درهم، نتوما غادي يطلع لكم غير 50 درهم، غتخلصوا غير 50 درهم صافي. منين هنايا هاد الشيك اوت بالحمر كتب لكم الثمن صافي، كتكليكيو عليها. دابا غادي ندوزو للاوردر، كيفاش دير الاوردر، كيفاش تشري هاد الشيء وكيفاش تخلص باش تاخد يجيك هاد المنتوج صافي. كتجي كتقرا هنايا، كتشوف داك الشيء هو هذاك، كتقرا المنتوج الاول الاير برو، كتشوف المنتوج الثاني، المنتوج الثالث، كتشوف توتال ايرم كاست شحال دار، يعني صافي توتال شيبين كما كتشوفوا فري، يعني يوصلك للدار بلا ديوانه بلا ليفغيزون حتى للدار، حتى الباب داركم يجيو يدقعوك ويجيبوه لك. اوكي جايز، ولكن هذه باش غير كاينه غير في هاد التشويس، وكاينه ضروره خصك تاخذ ثلاثه الطلبيات للفوق. الا خديتي من قل من ثلاثه ركزوا معايا مزيان راه غادي يضيع لكم كلشي صافي. وكما قلت لكم المره الاولى ثلاثه غير في نفس الحساب، انا جير لكم واحد القالب ديروه باش عمرو يتزاد الثمن بحال هكا بحال اللي كيبان لي انا دابا، انا نشرح لكم. سو دابا انا كنشرح لكم غير كيفاش المهم ديروا الاوردر منين طلبوا. كدير بلاس اوردر صافي، سهله سهله. انتم اخوتي نرجعوا بلاتي بلاتي، ها انتم منين كتاخذ ديروا داكشي كتطلع لكم هذاك بلاس اوردر. انا رجعت كتكليكيو عليها صافي، كتدخلكم البيمنت ميثودز، كتوركوا على هادي صافي، كتعمروا هادشي المعلومات ديالكم، رقم البطاقه ديالكم، السميه اللي كاينه في البطاقه، والشهر والعام والسي في في سهله، وكدير باي ناو سات وسهله صافي. ملي كدير باي ناو صافي راه كدوز الاكس صافي، كيطلعوا لك باللي راك خلصتي والخلاص ديالك كونفيرم صافي، وكتهنى. سو جايز كما تشوف هاد لا فيديو شرحت لكم كلشي بكاع لي ديتاي، سمحوا لي الفيديو الا كان طويل شويه، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، كثر في لي لايك اخوتي باش يطلع لا فيديو الناس بزاف، باش نعرف حتى انا المجهودات اللي كندير راه هاد لا فيديو لي فيديو راه كيعجبوكم، لي لايك كيزيدو حفزوا الناس وتابوناو في القناه. يلا نشوفكم فيديو جديد وفي نهار جديد، بيس اوت.